بون نكملوا باسكو اتقطعت. قوية تشهد الساحة السياسية في الجزائر ما وصفه سياسيون ب كملتها في بهاء الدين طليبة تونسي بوتفليقة مغربي يسمى حنا رانا في النص تحكم فينا تونس والمغرب وفرنسا فهمونا احنا شكون الى ولات هكذا نبيعو الجزائر. الجزائر راهي افوندغ اديوها كلوها. فتنة العهدة الخامسة مع تحرك كما قلنا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لاحتواء الجدل القائم حول إمكانية ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الوقت الذي تتمسك فيه المعارضة بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تنص على شغور منصب الرئاسة بسبب عجز الرئيس عن أداء مهامه. أعلن الحزب الحاكم أمس إحالة أحد أعضاء اللجنة المركزية ونتحدث هنا عن بهاء الدين طليبة إلى لجنة التأديب بعد إعلانه تشكيل لجنة لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامس. هذا يذكرني الحقيقة بالمناشدين في 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 تونس عهد المخلوع. طبعا تجد دائما قبل أن تنتهي عهدة الرئيس تجد المطبلين والمزبرين وتجد حتى المؤسسات، أذكرها ذلك يعني قبل سقوط هذا المخلوع بن علي، تجد دائما حتى البنك الفلاني يؤيد ترشح الرئيس بن علي، المؤسسة الفلانية، الجمعيات الخيرية، وتجدها يا فطاط في الشوارع ومن يستطيع أن يسقطها يا ويلك. وتجد طبعا النواب والسياسيين كله يطبل، كله يحمي في البندير كما يقال بالعامية. فهذا صالح احنا ما نقولوش نحميو البندير، احنا الشيطة الشيطة سي لا شيطا، حنا الجزائريين معروفين بالشيطا، كاين تاع الحطب كاين تاع الحديد وكاين تاع الفضة وكاين تاع الذهب، با كل واحد والخدمة ديالو، كاين تاع الحطب كاين كيما بها عطاولو شيطا ذهبية. الجزائري واضح بأنه من هذه الفصيلة. على كل حال حول ولاية رئاسية خامسة للرئيس بوتفليقة وتأكيده انضمام شخصيات سياسية هو بنفسه يؤكد بارزة لهذه اللجنة التي أشرف عليها، أعلن أمين عام الحزب الحاكم جمال ولد عباس فتح تحقيق مع المروجين للعهدة الخامسة وتوعد كل متحدث عنها بإحالته إلى لجنة تأديب، وقال حرفيا سيناريو 2004 لن يتكرر وسنقف بالمرصاد للجميع، والحزب غير معني بلجنة أطلقها النائب وعضو باللجنة المركزية بهاء الدين طليبة لدعم الولاية الخامسة. حطوا جده في الحبس. يعني هذا النائب تصرف وحده. ولاية خامسة كما قلنا للرئيس خلال انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل 2019، وأن رئيس الجمهورية بوتفليقة هو رئيس الحزب، وعندما يعلمنا برغبته في الترشح نعلن عن الأمر، لذلك من غير المقبول التدخل في صلاحياته، في إشارة طبعا إلى أن الرئيس بوتفليقة لا علاقة له بهذه المبادرة. من المتوقع إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة في الجزائر كما كنا خلال شهري أبريل نيسان ومايو. بون مناش دوك على بالنا في 2019. بون هاد الحشرات هادو ما لم يقولوا في يطلقوا في الدعايات، او قالها طليبة هو اللي يطلق الدعايات وسلال والاخر، بس كان سمعت سلال وطليبة وكان واحد اخر ثاني. هاد الحشرات هادو ما لازم يخرجوا يحطوا جدهم في الحبس، وسعيداني يحطوا جدهم في الحبس يغلقوا، والمفتاح هذاك يدوبوه ماشي يرميوه باسكو سي جامي يلقاوه، يدوبوا المفتاح يسمى يدوب خلاص، يقعدوا لداخل في الحبس ما يخرجوش. هادو اعداء الدين والاسلام والوطن، باسكو اللي يسرق ارض ماهيش ارضه كافر، اللي يخرج الناس من اراضهم من الاراضي تاعهم كافر طاغي، اللي يسرق مال الشعب كافر وطاغي ومنعول إلى يوم الدين إن شاء الله. تزير بولادها وبالربعين مليون ينحيوكم يا خماج يا حشرات، وكما سبق لي وقلت في الفيديو اللي جاست قبل ما يقطعوني يعيطوا لي في التليفون،
عندنا العربي زيتوت تبارك الله، وفيه انسان عاقل متربي قاري يعرف السياسة. ما تجيبوناش واحد كيما قايد السبسي 90 سنة، جيبونا انجون. كندا عندها انجون، نورفيج جون، هذا تاع تاع فيينا سي ان جون. شكون ثاني تاع فرنسا سي ان جون، تاع ايسلند مراه ما تجاوزتش من با 37 سنه، وبلادهم الله يبارك يخدموا لبلادهم. جيبوا اللي يخدم لبلاده ماشي اللي يخدم لجيبو، جيبوا واحد اللي يخدم لشعبه، باسكو يا نمر من السرقه. السرقه بزاف سيطروا 20 سنه، مش 20 سنه هي السرقه والرشوه كثرت في عهد بوتفليقه، بصح ما قبل من 62 والسرقه كاين. الله يهدي ما خلق.